طب حضرتك دكتورة تغذية علاجية ودكتورة الحمد لله الحمد لله سايبة بصمة كبيرة جدا مع الناس وناس كتيرة قوي بتشهد لك بالنجاح. مين بتوجهيه مثلا اللي انت لازم تاخد كبسولات وايه نوع الكبسولات دي ان هي تساعده؟ في حد بيبقى مقاومته ضعيفة فعايز زي ما بتقولي عوامل مساعدة، طب بتنصحي بإيه؟ الاول بنبتدي معاه بدايت، حلو قوي. بنشوف قدرته على انه يلتزم بالدايت قد ايه. في ناس ما تبقاش عندها القدره انها تمشي على الدايت 100%، اوكي وفي ناس بيبقى الحرق بتاعها مثلا ضعيف، بندور في مشكله مرضيه ولا لا. اوكي في مشكله مرضيه بنحاول نعالجها، ما فيش بندي حاجات بقى طبيعيه بتساعد على ان الوزن ينزل. طيب زي ايه المنتجات دي؟ يعني يعني تنصحينا مثلا بمنتج ايه؟ بندي حاجه زي البران اللي هو مثلا الرده، اوكي بنديه بتركيزات معينه، بتتاخد قبل الاكل، بتشرب وراها ميه كتير، فبتساعد على انها تملى المعده، حاجه طبيعيه. الرده الموجوده في العيش، هو موجوده ده المنتج حوالينا. معانا اللي هو يو بي اك يو بي كات. كات من اوكي المنتجات اللي فيها الرده، اوكي يو بتتاخد بي كات، يو بي كات. يعني انا مثلا المنتج ده لو انا خدته هيساعدني ان انا اخس؟ لو خدناه قبل الاكل حبايه او اتنين حسب الحاله، ما اقدرش اعمم الجرعه مع كل الناس. طيب معانا صورة يا دكتور على الشاشة للمنتج يو بي كات، اوكي عشان اكون في الشكل ده واوصل للجسم ده اللي هو الفرق، بيبقى مدة قد ايه؟ يعني امشي على العلاج ده لا لمدة ما قد ايه؟ اقدرش اقول لك لا ده او غيره مده قد ايه. انت ملتزمه قد ايه، بتسمعي الكلام قد ايه، صح ماشي على النظام بتاعك وده بيساعدك ولا لا. لكن في ناس بتبقى فاكره انها تاكل اللي هي عايزاه وتاخد اي دواء. ما فيش حد مش ملتزم باكله ويقول انا هخس حتى لو خد دواء. طيب يو بي كات ده منتج احنا بنقول ده ناتشورال اعشاب بس، لو تمام. في حد دلوقتي قاعد عايز يعرف المكونات بتاعته ايه، ايه الاعشاب ان انا ممكن فعلا اتكل عليها؟ حاجات امنه زي ما قلت لحضرتك، البران حلو. الرده دي بتنفش جوه المعده، فبنشرب وراها كميه مناسبه من الميه علشان تمشي تنفش وتملى المعده. في مثلا اوكي حاجات زي الجريب فروت موجوده فيه، الجريب فروت ده غني بفيتامين سي وفي نفس الوقت فيه الياف كتيره، برضو الالياف بتساعد على الاحساس بالشبع. حلو في قوي. كمان حاجه زي الجينجر، الجنزبيل، الجنزبيل ده بيزود الميتابوليك ريت، بيزود سرعه الحرق، اوكي وفي نفس الوقت هو بيقلل الكوليسترول، لان ناس كتير من اللي عندهم سمنه بيبقى لان نمط حياتهم غلط واكلهم غلط بيبقى الكوليسترول مرتفع عندهم والترايجلسرايد، حلو فدول قوي. بنحاول برضو ان احنا بنظبط له الدنيا معاهم، فبياخد اليوبي كات علشان فيه الجنزبيل. طيب الجنزبيل من الحاجات الحلوه اللي بتقلل الوزن اكيد احنا كلنا الكوليسترول. عارفين ان الاعشاب دي فعلا فعلا، وبرضو الرده دي بتعمل يعني بتساعدنا ان احنا وزننا يعني مش يقل يزيد، يقل ويقل طبعا زي ما حضرتك قلتي بالطريقه التغذيه بتاعتي. طيب لو انا عايزه اتبع يو بي كات مع نظام غذائي، عايزين حضرتك تقول لنا يعني ناخده كم مره في اليوم؟ الطريقه بتكون ازاي؟ اشرب كام كوبايه ميه بعده؟ فعايزه حضرتك تقولي التفاصيل بتاعته، يعني طريقه الاستخدام. طب احنا بناخد من حبايه لاتنين قبل الاكل بربع ساعه او نص ساعه، بنشرب وراه كميه مناسبه من الميه حوالي كوبايتين، اوكي وبعدين بنبدا الاكل. ودايما نصيحه بديها لاي حد عايز يعمل دايت، انك انت لما تيجي تبتدي الاكل ابدا بطبق سلطه. اوكي عشان يكون شبع شويه. يعني خدتي الدواء بتاعك وشربتي معاه الميه علشان تملى في المعده شويه، تخلي المنتج يكبر ويملى في المعده، ناخد طبق سلطه. صدقيني مش هياكلوا كتير بعد كده. مش هياكله كتير. كم مره يا دكتور في اليوم؟ يعني انا مثلا اخد يو بي كات واشرب ميه قبل الغداء وفطار والعشاء ولا؟ احنا المفروض بناخد 3 وجبات رئيسيين، فطار غدا عشاء، وبناخد من 2 ل3 سناكس في النص. احنا حلو. بنحبه قبل الوجبات الرئيسيه قبل الوجبات، اللي يعني هي نقول الفطار ان احنا والغدا والعشاء. هناخد المنتج ده يو بي كات قبل فطار وغدا وعشاء، تمام. واشرب كوبايتين ميه واكل طبق سلطه الاول، وبعدين بتاكلي الاكل بتاعك، مش هتاكلي كتير صدقيني، مش هلاقي وهتبقي شبعانه لان حضرتك وهتبقى بتقولي ان صحتك كويسه، الرده بتاخد بتكبر في مساحه في البطن. وبرده الجريب فروت فيه الياف برده بتاخد مساحه. اوكي طيب اثر ان انا اكون عندي سمنه زياده ولا ان انا اكون نحيفه، انهي بيأثر على البشره اكتر؟ الاثنين الاثنين، الاثنين يعني اي حاجه زياده اي مش طبعا. معدلها الطبيعي ده بيبقى خطر على البشره. طيب احنا النحافه الزياده بتقلل كميه الدهون اللي في البشره، فدي بتعمل مشاكل. السمنه بتعمل مشاكل كتيره قوي للجلد،
السمنه بتساعد على ان مثلا بتحصل الخطوط بتاعه التمدد اللي هي في البطن او في الارداف، زي ما تكون الواحده حامل مثلا او بعد الولاده. بتحصل كتير لبنات صغيره فعلا. طبعا خصوصا لما بتحصل السمنه مفاجاه. طبعا السمنه بتعمل بقع سودة في الجسم، بتزود مستوى يعني مستوى الاصابه بالسكر، فبتساعد على بطء